هل ستشاهدون هؤلاء الذين كذبوا عليكم والذين أهانوكم بعد ذلك؟ إذا الأرقام الحقيقية اللي بتقال والتي سربت من لجنة الانتخابات إن اللي حضروا في حدود 4.8 مليون ل 5 مليون، يعني احنا عندنا 50 مليون مصري خونة 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 خونة. يقعد يشتم واحد يقول له ايه؟ يا ابن المثالية. لا يقول له هل أمك نزلت الانتخابات؟ هاتوا لنا اللي بيشتموا الشعب المصري يا جماعة. يعني احنا عندنا 50 مليون مصري خونة. هل ستشاهدون هؤلاء الذين كذبوا عليكم؟ اللي نزل في الانتخابات 4.8 مليون، معروفة القصة. يا ابو فراس ايه ده؟ انا لقيت واحده ردت عليهم هم كويس. يعني وكفى الله المؤمنين شر القتال. بس مننا ولا منهم؟ لا لا واحده منهم ردت عليهم هم. تمام. ده واحد هيطلع من هدومه، لكن كان في عمليه تحريض، كان في عمليه تحريض على الفتنه الطائفيه مباشره كويس. يعني وكفى الله المؤمنين شر القتال. بس مننا ولا منهم؟ لا لا واحده منهم. حاجه غريبه قوي، انا صايم النهارده الاثنين. قال له حلمت بايه؟ قال له حلمت ان انا حاطط ايدي على رجل هيفاء وهبي. اوه ايوه خونة 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 خونة. وهذا سر نجاح الجزيرة يدخل التاريخ. ده علي جمعة وقال له ايه؟ لا مش فايفاء، ما غلطش فايفاء، انا بغلط مع علي جمعة. بعمل حركة. فقال له ايه؟ حركة ايه؟ بعمل حركة لسه ما لسه النص تحت ما مظبوط. لسه البلاوي اللي طلعت. أول مرة أعرف إن قطر في أحمر. في حلقة تانية من بلا حدود ولا لا؟ وبعدين يجيب سيرة قطر ويقول دويلة. أنا بقول لكل واحد بيقول دويلة بعد ما يعني نشوف دور قطر وطريقتها، أي واحد يقول دويلة جاتكم نيلة. في حلقة تانية من بلا حدود. أول مرة أعرف إن قطر في أحمر. هل ستشاهدون هؤلاء الذين كذبوا عليكم والذين أهانوكم بعد ذلك؟